بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ولقاء مبارك يتجدد معكم هذه الليلة لنتحدث في رحاب القرآن عن قصص من قصص الأولين، نأخذ منها العبرة ونأخذ منها الدروس والفوائد. الليلة خصصت لكم قصة قرآنية مباركة من التاريخ القديم الحديث، إنها قصة السامري والعجل. هذه القصة التي وقعت في عهد النبي الكليم سيدنا موسى عليه السلام، والتي تصور ذلك الصراع الأبدي الخالد، الصراع بين الحق والباطل، الصراع ما بين الخير والشر، صراع أبدي أزلي بدأ من ابني آدم قابيل وهابيل، بل بدأ من آدم وإبليس في أول الأمر، ويستمر عبر الأجيال والحضارات والثقافات إلى قيام الساعة. ودائما ربنا عز وجل يمجد أصحاب الخير وأصحاب الحق، ويذم أصحاب الشر والباطل. هذه القصة فيها عبر وعظات، فتعالوا بنا أيها الأحبة الكرام نتأمل في القرآن الكريم كيف كانت وكيف صارت. قصة وقعت في زمن موسى عليه السلام، وذلك أنه بعد أن أهلك الله فرعون بالغرق، مباشرة ستقع قصة السامري والعجل. بنو إسرائيل ربنا عز وجل أكرمهم ونجاهم من كيد فرعون، أغرق الله تعالى فرعون وجنوده، ونجى موسى عليه السلام ومن معه. حين ذاك خرج بنو إسرائيل بالآلاف، بل بمئات الآلاف، خرجوا من صحراء سيناء واتجهوا نحو فلسطين في ذلك الزمن، لكي يبتعدوا عن موطن الذي فيه الشرك، الموطن الذي فيه غياب العقيدة السليمة، لأن سيدنا موسى يريد أن يجمع قومه لكي يربيهم على العقيدة السليمة، على عقيدة التوحيد، على عقيدة لا إله إلا الله. جميع الأنبياء والمرسلين إنما جاءوا بهذه الكلمة، لهذا كان نبي الإسلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول: خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. فسيدنا موسى مع بني إسرائيل كان غايته أن يربي فيهم هذه العقيدة، عقيدة التوحيد، أن يسلموا أمرهم إلى الله، أن يدعنوا إلى خالقهم، أن يستقيموا إلى بارئهم. بعدما نجاهم الله من فرعون الذي كان متأله، والذي كان يقول بأنه إله السماء والسرير الأرباب، وكان ييتم أطفالهم ويستحيي نساءهم، ها هم الآن أصبحوا منتصرين وأصبحوا طلقاء، حق لهم أن يشكروا الله على هذه النعمة. سيدنا موسى صار بهم بعيدا إلى منطقة أخرى لكي يبدأوا حياة جديدة، وهم في الطريق مروا على قوم غرباء، قوم يعبدون بقرة، بقرة يعبدونها. هذا ربما قد يبدو لنا غريبا اليوم، هناك في الهند اليوم في الوقت المعاصر، هناك في بومباي، في عواصم كبرى في جنوب شرق أسيا، أقوام يعبدون الأبقار، تجده طبيبا جراحا، وقد تجده مهندسا معماريا، وقد تجده خبيرا في القنبلة النووية، لكنه لا زال يعبد بقرة حتى في عصرنا هذا. ففي ذلك الزمان
يعني 5000 سنة قبل الميلاد. هذه الأحداث وقعت قبل ميلاد سيدنا عيسى بن مريم بحوالي 5000 سنة. وجدوا هؤلاء القوم يعبدون بقرة، فبنو إسرائيل عوض أنهم يأخذوا العبرة ويقولوا بأن هؤلاء الناس على ضلال، ماذا قالوا لنبي الله موسى؟ قال له: يا نبي الله، هل اتخذت لنا إلها نعبده كما يعبد هؤلاء الناس بقرة؟ سيدنا موسى عليه السلام تحجب: كيف؟ كل ما قمت به معكم هذه الأيام في صراع مع فرعون، وكل ما فعلته معكم من جهود، عوض أن تدعنوا لأمر الله وتعتنقوا عقيدة التوحيد، إذا بكم تطلبون مني أن أصنع لكم إلها مثل هذه البقرة. تعجب موسى عليه السلام ووعظهم، قال: عليكم أن تشكروا الله أن نجاكم، وأن تفردوا العبادة له وحده لا شريك له. وبعضهم بدأ يوبخهم: يا قوم أنتم جاهلون، وعليكم أن تستغفروا ربكم. وفعلا هذه الكلمات المؤثرة التي أطلقها موسى عليه السلام على بني إسرائيل سمعوها واهتدوا بها. ثم جاء وقت كان سيدنا موسى سيذهب للقاء ربه، الله عز وجل أراده أن يأتي إليه لميقات خاص، ليكون حديث خاص بين الله جل جلاله وبين موسى عليه السلام، 40 يوما لميقاتنا. فغاب سيدنا موسى عن قومه 30 يوما وازداد 10. ذهب إلى ربه لكي يعلمه التوراة بعد أن نجا بنو إسرائيل وقطعوا البحر، الآن جاء وقت التعليم. ربنا أراد أن يلقي إليه الألواح التي فيها التعاليم اليهودية، وعلمه التوراة ويعطيه المواعظ لكي يبلغها لبني إسرائيل. سيدنا موسى قبل أن يغيب على قومه 40 يوما خلف من يكون مسؤول عليهم، من هو؟ أخوه هارون. سيدنا هارون أيضا كان نبيا، لأن سيدنا موسى كان دوما يقول يطلب من الله تعالى أن يشد عضده بأخيه. هارون كان أفصح لسانا وكان رجل تقيا، فقال لأخيه هارون: سأذهب إلى ربي 40 يوما أغيب عنكم، وسأخلفك في بني إسرائيل، عليك أن تعتني بهم، ترشدهم وتعلمهم. فعلا سيدنا هارون كان مع هذه الجماعة الكبيرة من بني إسرائيل، هم بالألاف بل بمئات الألاف، كان يرشدهم، وكان منهم فئة متدبدبة وفئة صادقة. وحدث أن في ما بينهم رجلا يسمى السامري. السامري هذا الرجل لم يكن مؤمنا خالصا، بل كان في قلبه نفاق، وكان في إيمانه رياء، كان متذبذب، رجل يبحث عن مصلحته، والإيمان بالنسبة إليه مسألة شخصية وفي الهامش، فيريد أن يثبت نفسه، يريد أن يكون قائدا، يريد أن يكون له رأي مؤثر في الجماهير، المهم يريد أن تكون له سمعة ومكانة. فإذا به بدأ يروج بين الناس أنه ينبغي أن نتخذ إله. قال لهم: إن نبينا موسى حينما غاب إلى ربه ونسي، فهذه فرصتنا لكي نصنع إله. وأراد أن يعيد قومه إلى الضلال. ثم بدأ يبحث عن الذهب، لأن فرعون حينما غرق وكان معه ذهب كثير، قوم موسى عليه السلام من بني إسرائيل جمعوا الذهب، ذهبا وفضة ولؤلؤا ومرجانا، كان عند قوم فرعون وحاشيته. قام الرجل السامري وكان قوي وله تأثير، قال: أريد منكم أن تجمعوا الذهب الذي أخذتموه من فرعون وحاشيته، أخرجوه لي.
فجاءوا بذهب كثير وقال لهم سوف أصنع لكم إلها. ثم بدأ بتصميم إله هو عبارة عن عجل صنعه من الذهب الخالص. الناس قالوا هذا العجل الآن لا يتكلم ولا يسمع ولا يتحرك. السامري جاء عنده إبليس وأوحى له كيف يجعل هذا العجل أنه يتكلم ويمور ويخور. فأتى بتراب كان من آثار فرس جبريل عليه السلام. لما كان الصراع ما بين فرعون وجنوده وما بين موسى وقومه وضرب موسى عليه السلام البحر وانفلق ومر الناس، في تلك اللحظات كان جبريل عليه السلام كان على فرس وكان هو الذي يقوم بحماية قوم موسى عليه السلام. السامري رأى جبريل وأخذ آثار فرسه، هو لم يره رؤية كاملة وإنما رأى لما حدثه موسى عليه السلام بأن هناك ملائكة الرحمن تحفنا جميعا. مما رأى السامري آثار فرس جبريل، فأخذ التراب من آثار الفرس، ثم حينما صنع العجل من ذهب أخذ حفنة من تراب آثار فرس جبريل عليه السلام وألقاه على العجل، ألقى التراب على العجل فإذا بالعجل يتحرك وصدر منه صوت خوار، صوت يمور وكأنه كائن حي. وقد تدخل إبليس في هذه المسرحية. الناس لما رأوا هذا المشهد تعجبوا فقالوا ما هذا يا سامري؟ قال لهم هذا إلهكم، هيا اعبدوه وقدموا له القرابين. فقالوا المؤمنون من بني إسرائيل قالوا يا سامري إذا كان هذا إلهنا فمن الذي ذهب إليه موسى للقائه؟ ألم يذهب موسى للقاء ربه 40 يوما؟ فأخبرهم السامري أن الإله الحقيقي هو هذا العجل، لكن موسى لقد نسي. الناس بعضهم رفضوا هذا المنطق، من بني إسرائيل المؤمنون الصادقون الموحدون رفضوا هذا المنطق، ولكن هناك جماعة من الغوغاء صدقوه للأسف وقالوا فعلا هذا العجل من ذهب وله صوت خوار، هذا إله يستحق العبادة. فصاروا يعبدون العجل وصاروا يطوفون حوله وصاروا يستغيثون به ويقدمون له القرابين. بلغ الخبر لنبي الله هارون عليه السلام. وسيدنا هارون أخو موسى وشقيقه كان رجل دين وكان رجل صلاح وكان رجل همة عالية، فجاء للتو وأخذ يستنكر على هؤلاء القوم وبدأ يذكرهم بحقيقة الواحد الأحد، يذكرهم بأنه لا إله إلا الله وأن هذا مجرد مخلوق وأن العقل البشري لا ينبغي أن ينزل إلى هذا المقام. وصار سيدنا هارون يعظهم ويوجههم ولكن دون جدوى. بقيت أيام وليالي وسيدنا هارون لا يكاد ينام، لكن السامري انتصر، فإن جماعة كبيرة من بني إسرائيل اقتنعوا برأيه وصاروا يعبدون العجل. في تلك الأثناء سيدنا موسى الكليم كانت اقتربت عودته من لقاء ربه، وإن شاء الله غدا بإذن الله سوف نتكلم عن قصة لقاء بين الله جل جلاله وبين موسى عليه السلام في حديث الغد بإذن الله. أما اليوم فنتابع ما الذي يقع مع العجل والسامري. السامري غرر بهم واتبعوه، لكن لما عاد موسى عليه السلام وعلم الخبر سيدنا موسى ركبه الغضب، غضب عظيم يعصف بقلبه. إنه قد رأى قومه يطوفون حول العجل. تصوروا نبي لطالما علم أتباعه
ورباهم وأرشدهم، ورأوا المعجزات الباهرات أمام سيدنا موسى عليه السلام. وسنتكلم إن شاء الله في حلقة مقبلة عن معجزات موسى عليه السلام. ومع ذلك كل هذا ضربوا به على الحائط وأخذوا يطوفون حول العجل يمجدونه ويسجدون له. جاء سيدنا موسى الكليم غاضبا، مرحبا بكم، دخل على أخيه هارون وجذبه من لحيته وأخذ يعنفه ويقول له: كيف يا هارون؟ لم تركتهم يفعلون ذلك؟ لم جعلتهم يعبدون مع الله إلها آخر؟ لقد ضيعتهم يا هارون. سيدنا هارون ظل يدافع عن نفسه وقال له بأنني حاولت معهم مرارا وتكرارا لكنهم استضعفوني وكادوا أن يفتكوا بي. يا ابن أم، لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. سيدنا موسى غضب غضبا شديدا، فأصبح في مواجهة بين موسى والسامري. من قبل كان سيدنا موسى عنده مواجهة مع فرعون، صراع بين فرعون وموسى، الآن صراع بين موسى والسامري. جاء عنده سيدنا موسى وقد كان قوي، قال له: لما فعلت هذا يا سامري؟ قال: لقد رأيت بني إسرائيل يتشوقون لعبادة إله آخر من دون الله، فعطفت عليهم ورفقت بهم وقمت بصناعة لهم هذا العجل من ذهب، وإني قد أخذت قبضة من أثر الرسول من فرس جبريل عليه السلام ورميته فصار هكذا. فقال له موسى عليه السلام: لقد سولت لك نفسك شرا يا سامري. ثم سيدنا موسى سيدعو عليه دعوة عظيمة، ودعوة الأنبياء لا ترد. دعا عليه أنه سيقول في الدنيا لا مساس، لا يمسنهم ولا يمسوه، سيصاب بمرض جلدي خطير لا أحد يستطيع أن يلمسه. هذه الحكايات أيها الأحبة الكرام ذكرها ربنا عز وجل في سورة الأعراف وفي سورة طه. لنأخذ سورة الأعراف الآيات 148 إلى 154. نفتح المصحف على سورة الأعراف الآيات 148 إلى 154 ونقرأ بتدبر. بعد بسم الله الرحمن الرحيم: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم، وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. هكذا يحكي لنا ربنا عز وجل في سورة الأعراف القصة، قصة الصراع بين الحق والباطل، بين الخير والشر، بين موسى عليه السلام والسامري. سيدنا موسى لما رجع إلى قومه غضبان أسفا بدأ يوبخ ويعاتب: بئس ما خلفتموني من بعدي، تركتكم 40 يوما وجدتكم قد غيرتم عقيدتكم. من شدة غضب سيدنا موسى ألقى الألواح
ألقاها من على الأرض واتجه إلى أخيه، أخذ برأس أخيه يجره إليه. تصور هذا المشهد من الغضب. الأخ يقول: يا ابن أم، إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، فلا تشمت بي الأعداء. لكنه في الختام سيدنا موسى عليه السلام سيسكت عنه الغضب، ولما سكت عن موسى الغضب، وكأن الغضب هذا رجل بداخل سيدنا موسى عليه السلام، قوة وعنف. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وقام بضمها إلى صدره، وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. فعلا بني إسرائيل الصالحون من أتباع سيدنا موسى سينظرون في الألواح ويقرؤون في التعاليم، وسوف يجدون فيها هدى ورحمة. ربنا عز وجل يحكي لنا إضافات أخرى لهذه الواقعة في سورة طه. لنأخذ المصحف الشريف على سورة طه، نفتحه على سورة طه الآيات 83 إلى 98. ربنا عز وجل يكرر القصة بسيناريو جديد وبإضافات جديدة، فيقول الله عز وجل بعد بسم الله الرحمن الرحيم: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال: هم أولاء على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. قال: فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. هذا حوار بين الله عز وجل وما بين موسى. ربنا أخبر موسى عليه السلام في الغيبة، أخبره بالذي وقع: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال: هم أولاء على أثري، يعني هم على أثر الإيمان، وهو كان يثق في بني إسرائيل أنهم لن يغيروا ولن يبدلوا. وعجلت إليك ربي لترضى، لأن الله عز وجل قال تعالى إلي، فتعجل موسى إلى الله. ربنا أخبره ماذا قال له: فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. ربنا يعلم ما الذي وقع وما الذي سوف يقع وما الذي لم يقع، لو أنه وقع كيف سيقع. ربنا عز وجل لا تخفى عليه خافية. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، قال: يا قوم، ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا؟ أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي؟ قالوا: ما أخلفنا موعدك بملكنا، ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري. ألقى السامري ذلك التراب الذي كان من أثر فرس جبريل عليه السلام. فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، فقالوا: هذا إلهكم وإله موسى فنسي. أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا؟ ولقد قال لهم هارون من قبل: يا قوم، إنما فتنتم به، وإن ربكم الرحمن. هذه اليهودية، اليهودية الصحيحة، اليهودية التي ليس فيها لبس وليس فيها تغيير ولا تبديل، هكذا نطق هارون. ولقد قال لهم هارون من قبل: يا قوم، إنما فتنتم به، وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا: لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. فلما رجع موسى ماذا قال القرآن الكريم؟ قال: يا هارون، ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني؟ أفعصيت أمري؟ قال: يا ابن أم، لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بيني وبين بني إسرائيل، فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. سيدنا هارون عليه السلام لماذا تدخل بلطف؟ مخافة أن يقع التفريق ما بين بني إسرائيل، البعض يعبد العجل والبعض الآخر يرفض، فحاول أن يجمع الشمل وحاول أن لا تسفك الدماء. هل هذا الذي دفع هارون أن لا يتخذ موقفا حازما؟ قال: يا ابن أم، لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. قال: فما خطبك يا سامري؟ هنا سيدنا موسى
سينتقل المشهد القرآني من الحوار ما بين هارون وموسى إلى الحوار ما بين موسى والسامري. سيدنا موسى يقف على باب السامري، قال: فما خطبك يا سامري؟ قال: بصرت بما لم يبصر به، فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها، وكذلك سولت لنفسي. إنه يدعي الكهانة ويغير العقيدة ويبدل الإيمان. فما هو العقاب الذي دعا به موسى عليه السلام؟ قال: فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مسس. يعني مرض جلدي خطير، كل من اقترب منه لا ينبغي أن يمسه أحد، وإن لك موعدا لن تخلفه، وانظر إلهك إلى إلهك الذي ضلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نفسه نسفا، لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا، إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. هكذا يحكي القرآن الكريم عن هذه القصة. القصة هي فيها صراع بين الحق والشر والإيمان والكفر، إنها تتحدث عن لعنة الشرك. لعنة الشرك أن الإنسان حينما يشرك بالله، نحن عندنا عقيدة التوحيد، أمة لا إله إلا الله، هذا العجل ربنا عز وجل تحدث عن أتباعه، ما الذي وقع؟ سيفعل موسى عليه السلام، سوف يفتته ويحرقه ثم ينتره في البحر. سيدنا موسى يأخذ ذاك الإله، غادي يقوم بإحراقه بالنار ثم يصير فتاتا ثم ينتره ثم يرميه في البحر. لذا قال الله عز وجل: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. لكن بالمقابل هناك جماعة كبيرة من بني إسرائيل بقوا على عهد الله وبقوا صالحين، وفئة أخرى ندمت وبكت واستغفرت، فربنا عز وجل قابلهم بحلمه وبرحمته وإحسانه، فقال: والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. لكن الذين ساهموا في بناء العجل، ما هو العقاب؟ العجل كما ذكرنا أحرق وفتت وأرمي في البحر، لكن الذين قاموا بصناعة العجل ما هو العقاب؟ يحكي القرآن الكريم فيقول: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى باريكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند باريكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. عقاب شديد، صدر حكم إلهي في الذين قاموا بعبادة العجل وصناعته بأن يتوبوا إلى الله ثم يقوموا بقتل أنفسهم. وقد جاء في بعض الروايات أنهم أصبحوا يوما، هؤلاء الذين عبدوا العجل، كل منهم يحمل سيفا، وقد ألقى الله عليه ألقى عليهم ضبابا حتى لا يعرف القريب قريبه ولا النسيب نسيبه، ثم مالوا على عابدي العجل فقتلوهم وحصدوهم. وفي بعض الروايات تقول بأن عدد الذين قتلوا كانوا في صبيحة واحدة 70,000، 70,000 من الذين عبدوا العجل قتلهم بنو إسرائيل أنفسهم، نزولا عند قول الله تعالى: فتوبوا إلى باريكم فاقتلوا أنفسكم. وسيدنا موسى عليه السلام فيما بعد سيختار 70 من المتقين، قال لهم: لا أريد 70,000 ضالة، أريد فقط 70 صالحة، 70 رجل صالح خير لي من 70,000 ضال. وفعلا سوف يجتمعون لكي يدخلوا إلى الأرض المقدسة. هنا سيقول الله عز وجل عن هذه الجماعة المباركة من بني إسرائيل من أتباع سيدنا موسى، قال: واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال: ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء
وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك، إنا هدنا إليك. هنا سموا باليهودية، اليهودية من هذه اللفظة جاءت. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك، يعني اهتدينا إليك ربنا. الصالحون الخلص من بني إسرائيل هم 70 رجل، هؤلاء قالوا إنا هدنا إليك، وربنا عز وجل سوف يعطيهم قاعدة عامة، قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. هكذا يحكي القرآن الكريم عن قضية التوراة والإنجيل والقرآن، يحكي عن هؤلاء 70 من علماء بني إسرائيل، كانوا من الصالحين من الفضلاء من أتباع موسى الكليم. كان مع موسى سيدنا هارون، وكان معه يوشع ونذاب وأبيه وغيرهم، هؤلاء أسماء معروفة عند بني إسرائيل، كانوا من الأحبار المتقين. ذهبوا لكي يعتذروا لله تعالى عن عبادة العجل. اجتمعوا هؤلاء 70 وسيذهبون إلى منطقة خالية في الصحراء حيث هناك الجبال، أرادوا أن يعتذروا لله عز وجل عن بني إسرائيل. أمرهم سيدنا موسى بأن يتطيبوا، وأمرهم بأن يتطهروا، وأمرهم بأن يغتسلوا، ثم يذهبوا معه. ذهبوا إلى أين؟ إلى جبل، جبل عظيم يسمى جبل طور، ووجدوا عليه الغمام، فوق الجبل عليهم غمام، ثم رأوا عمودا من النور ساطع. سيدنا موسى سيصعد الجبل وهم بقوا في الأسفل. سيدنا موسى يتكلم مع الله الكليم، كان يتكلم مع الله. هؤلاء من بني إسرائيل سوف يسمعون كلام الله، كما قال الله تعالى وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله. فخرجوا إلى طور سيناء وطلب هؤلاء 70 أن يسمعوا كلام الله، فقال أفعل. فلما دنا موسى من الجبل وقع عليه عمود الغمام حتى تغشى الجبل كله، ودنا موسى فدخل في الغمام، دخل في الغمام، هذا يسمى الحضرة الربانية. فقال لقومه هؤلاء 70 من بني إسرائيل أدنوا إلي، فدخلوا جميعهم، وسيدنا موسى بدأ يكلم الله ويكلمه، ووقع على جبهة موسى نور ساطع، لأن موسى عليه السلام كلما كلم الله وقع على جبهته نور ساطع. ثم ضرب الله تعالى دونه الحجاب، وصار هناك كلام بين الله سبحانه وتعالى وبين موسى عليه السلام. فلما فرغ الله تعالى من أمره وانكشف عن موسى الغمام، أقبل سيدنا موسى إلى هؤلاء الأحبار 70 من بني إسرائيل، فقالوا يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. هؤلاء 70 اللي كانوا هما صالحين واللي كانوا هما الجوهر والزبدة ديال بني إسرائيل، لما رأوا هذا المشهد، الحجاب والغمام والجبل والنور والنار والكلام، وانكشف هذا الصورة كلها، هؤلاء 70 المعول عليهم ماذا قالوا؟ يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. هنا ربنا عز وجل سوف يأخذهم بالرجفة، أخذتهم رجفة صاعقة، فسقط منهم عدد. ثم سيدنا موسى بدأ يقول ربي
لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ يعني اللي قال هذا الكلام اللي قالوا حتى نرى الله جهرة، هؤلاء بعض السفهاء، ليس كل بني إسرائيل، جلهم صالحين، فقط هؤلاء هم الذين قالوا يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. هؤلاء يحبون المادة الحية، لا يؤمنون بالغيب، يريدون أن يتأكدوا من وجود الله بالبصر والسمع وبالشم واللمس، بالأدوات الحسية. ثم ربنا عز وجل تجلى لموسى عليه السلام، وبدأ سيدنا موسى من جديد يدعو الله ويستغفره ويتوب إليه ويلتمس العذر لأتباعه. فماذا قال سيدنا موسى؟ قال أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. ربنا سبحانه وتعالى في ختام الآيات سيقول التي ذكرناها من قبل، قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها لمن. هنا ربنا عز وجل يعطينا في كتابه العزيز طريق النجاة. من أراد أن يكون من الفرقة الناجية، من أراد أن يسلك سبيل الفالحين، هذا قال الله عز وجل، قال ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. لأن شريعة بني إسرائيل كانت فيها شدة، كانت التوبة مقرونة بقتل النفس. ربنا أخبر بأن سوف يأتي نبي جديد، من صفاته أنه أمي لا يقرأ ولا يكتب، ولكن سوف يأتي بعلم غزير، وهو مذكور في الكتب السابقة مكتوبا عندهم، الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. هذا النبي الجديد الأمي، هذا الرسول الذي سوف يظهر في ختام الزمن، ماذا يفعل؟ يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات، ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. يعني شريعته ستكون فيها الخير والطيبات والتيسير ورفع الحرج. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. يقال أن سيدنا موسى أخبر بحقيقة سيدنا محمد وأمته. روي في بعض الأحاديث أن سيدنا موسى سوف يقول يا رب إني أجد في الألواح التي أنزلت علي ولبني إسرائيل، أجد في الألواح أمة هي خير أمة أخرجت للناس، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، رب اجعلهم أمتي، اجعلهم أمتي. فقال الله عز وجل تلك أمة محمد. ثم قال موسى ربي إني أجد في الألواح أمة هم الآخرون في الخلق السابقون في دخول الجنة، ربي اجعلهم أمتي. فقال رب العزة تلك أمة أحمد. ثم قال موسى عليه السلام ربي إني أجد في الألواح أمة أنا جيلهم في صدورهم يقرؤونها، وكان من قبلهم الناس يقرؤون كتابهم نظرا حتى إذا رفعوها لم يحفظوا شيئا منها، فقال ربي اجعلهم من أمتي. فقال تلك أمة محمد وأحمد. حتى قال قتادة أحد كبار المفسرين ذكر أن موسى عليه السلام نبذ الألواح وقال اللهم اجعلني من أمة محمد واجعلني من أمة أحمد. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بهذه الآيات البينات العطرة من القرآن الكريم، والتي فيها فوائد لا تعد ولا تحصى. يكفينا أن نركز على الجوهر، وهو عقيدة التوحيد،
الذي جعل رب العزة يغضب على بني إسرائيل أنهم ضيعوا عقيدة التوحيد. في الأول بعضهم اتبع فرعون لما قال لهم أنا إله السماء وسل الأرباب، فأوصاهم موسى وغيروا من فهمهم المخطئ وصاروا موحدين. ولما نجوا من فرعون ونجى موسى عليه السلام وتركهم، جاء السامري وأضلهم من جديد عن طريق العجل. ولما بقي فقط الصالحون أيضا قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. وربنا عز وجل في كل هذه الحالات كان يطلب منهم، أول ما يطلب عقيدة التوحيد، هي عقيدة لا إله إلا الله. نحن أمة الإسلام جوهر قوتنا في كلمة لا إله إلا الله، إن ضيعناها فكنا لغيرها أضيع، وإن حافظنا عليها سنكون لغيرها أحفظ. نسأل الله تعالى أن يحققنا جميعا بحقيقة التوحيد، وأن يجعل آخر أنفاسنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله، عليها نحيا وعليها نموت وعليها نلقى الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدنا أيها الأحبة الكرام لنواصل هذا اللقاء المبارك، ونذكر دوما بأرقامنا الهاتفية المعتادة، وهي 0522-88-006 أو 61 أو 62، أو الرقم الهاتفي 0522-46-72-50 أو 51 أو 52. فمرحبا بكل المكالمات، ونبدأ من إقليم الظلال مع للنزهة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا عمي كريبان. مرحبا للنزهة. الله يبارك فيك. مرحبا بك جنة، تبارك الله عليك يا سيدي، كدير لاباس عليك؟ الحمد لله. لا أنا فرحانة بزاف من شد ليا الخط شحال هذا وأنا كنتصل. يا مرحبا لالا. عمي كريبان لاباس عليك؟ والله الحمد لله الشكر لله تعالى. الله يحفظك لنزهة. الحمد لله عمي كريبان، أنا فرحانة بزاف من شد ليا الخط، الله يلا ديما كنتصل ديما ديما، ولكن الحمد لله الحمد لله أنا فرحانة بزاف. الله يصلحك يا ربي ويحفظك يا رب. بغيت غير ردها ليا مع وليداتي. يا لالا. عندي واحد جوج وليدات الحمد لله راه صالحين هسا بعدا. يا ربي يا معهم ان شاء الله يكمل رجاهم يا رحمن يا رحيم. تعال لي مع الجوج ديالي توفى حامين هادي، الله يرحمه ويسلي الرحمات والخير وجميع المسلمين جميع الامه الاسلاميه يا رحمن يا رحيم. وبغيتك تدعي لي مع واحد جوج ولاد لوسي ان شاء الله يفكوا، وعندهم واحد المشكل بغيت يفكوا لهم ان شاء الله. سيدي ربي تبارك وتعالى. يا رب يا رب يا كريم يا ربي يا مين عمي كريبان، دعا معهم بزاف، دعا معهم باقيين صغار وعندهم واحد المشكل يا رحمن يا رحيم، الله يصلحهم ان شاء الله يا ربي يا ربي. ما كاينش كاين واحد هنا واحد يعيش بفرنسا، بغيت ان شاء الله يفك الوحده ديالكم يا رب. اللهم امين يا رب. شكرا لك لاله يا رب يا رب لنزهة. شكرا لك لنزهة. ان شاء الله تعالى احنا غنديروا في ختام الحلقه ليله الخميس نديروا دعوه تكون شامله وتكون كاملة للأحباب ديالنا، الأولاد والأزواج والمرضى والفقراء والمديونين والمنهزمين، ونتعاونوا كلنا في التأمين بإذن الله. لا نزهة، عظم الله أجركم في الزوج، أكيد أنه لما يرحل عن دار الفناء ويذهب إلى دار البقاء يبقى الفراغ ديال الزوج في البيت، وكيشعر به الأولاد وكتشعر به العائلة جمعاء. هذا الزوج محتاج إلى الدعوات الصالحات، وهو في قبره محتاج إلى الصدقات. النعمة ديال الأولاد والعائلة والأحباب هو أن بعد وفاتنا كيبقاو يدعوننا بالرحمة والمغفرة ويتصدقون من أجلنا. هذه الغاية ديال الذرية وديال الأولاد، وخصوصا الزوجة الصالحة. الزوجة ملي كتكون صالحة كتقول هذا الزوج هو نصف الآخر، اقتسمت معه الحلو والمر وأنجبت منه أولاد، هو أبو الأولاد الآن، وقد سار إلى رحمة الله الواسعة. لا تنساه أبدا بالدعوات الصالحات وبالصدقات وطلب المغفرة والرضوان. نسأل الله تعالى أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يسكنه فسيح الجنات، ويرحم جميع أموات المسلمين. لن ننزه، الله يحفظ لك الوليدات
ويحفظ يربيهم الله تربيه حسنه. واخا الاب غائب والام وحدها هي لا يمكن بتاتا ان تلعب دور الام والاب في غياب الزوج، لا يمكن. الام كتبقى ام انثى فيها حنان فيها عطف، شكون اللي خصو يلعب دور الاب؟ هما العائله المقربين، العم الاخوال كيكونوا حاضرين فكيملؤوا الفراغ الذي تركه الوالد، لان الاولاد محتاجين الى سلطه الاب داخل الاسره، فيتدخل الاعمام والاخوال وغيرهم من الاحباب وكيملؤوا الفراغ. هذا ما يقوله الخبراء. لكن اذا كان الانسان قلبه معلق بالله فان الله تعالى يحفظ لك اولادك. وقد تحدثنا من قبل عن قصة سيدنا موسى والخضر عليه السلام في قضية بناء الجدران، ذلك الجدار الذي يريد أن يتهدم، وقام سيدنا الخضر ببنائه. ماذا قال؟ قال: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما مرحمة من ربك، وما فعلته عن أمري، ذلك ثويل ما لم تستع عليه صبرا. الشاهد عندنا هو أنه في غيبة الوالد، إذا كان مسافر ولا كان توفي، إذا كان من الصالحين رأى أولاده ما يشعروا بالفراغ. ربي عز وجل يسخر لهم الفضلاء، ويسخر لهم الكرماء، ويسخر لهم أهل الجود والعطاء، ويكونون في خدمتهم، كما وقع على هذين اليتيمين الذي كان أبوهما صالحا. ربي سخر لهم سيدنا موسى الكريم جاء عندهم، وسيدنا الخضر عليه السلام اللي كان ولي من الأولياء جاء عندهم وقدم لهم الخدمة. بمعنى أن هناك قانون التسخير في الغيبة ديال العائلة وديال الأحباب. لا نقول بأن أنا غيبة على أولادي والأم تقول أنا غيبة على بناتي والخطر يتهددهم. أي نعم كاين هناك مخاطر، كاين هناك عقبات وصعوبات، ولكن لا ننسى بأن فوقنا هناك عناية إلهية ورعاية ربانية تسمى بالتسخير. سبحان من سخر هذا لهذا. فلن ننزه، ما دمت أنت من أهل الفضل وزوجك رحمه الله كان من الصالحين، فلا خوف على أولادك. الله ينمتهم نمة حسنة ويصلحهم ويصلح الدنيا ديال لوسك والعائلة جمعاء. اللهم يا رب يا كريم بجودك وكرمك احفظ هذه العائلة وبارك فيها وأسعدها يا كريم. وكل من قال آمين اللهم ارزقه مثل ذلك وزيادة. قولوا معنا جميعا آمين. آمين آمين يا رب يا كريم. ونتحول من إقليم أزلال إلى إقليم بركان مع لالة نجاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلين سي قريبان لاباس. أهلا لالة نجاة. هذا نهار كبير. الله يبارك لالة. ويتدعي معايا عافاك يا رحمن يا رحيم. يحق لي يا ربي الرجاء نتاعي يا ذا الجلال والإكرام. الله يجازيك بخير يا رب. شنو هو الرجاء ديك لالة نجاة؟ ممكن تعرفوا عليه؟ الرجاء اللي كتمني على الله تعالى ممكن نتعرفوا عليه؟ نتمنى رب العالمين يفرج عليا يا ربي يا كريم ويسهل عليا يا رحمن يا رحيم. عافاك سي قريبان يا ربي يا ربي إن شاء الله تعالى ميسر بإذن الله. آمين يا رب. الله يكمل لك رجاء لالة نجاة. امين. حفظك الله ورعاك وبارك الله فيك. لالة نجاة نصيحتي اليك تسلحي بهذه الكلمة التي كان نبي الله موسى الكليم يعلمها لقومه من بني اسرائيل. ما هي؟ هي كلمة لا اله الا الله. هي الحبل المتين، وهي العاصم من الفتن، وهي مفتاح الفرج، وهي البلسم للجروح. كلمة لا إله إلا الله. لالة نجاة إن شاء الله الهم اللي عندك غيتفرج، والضائقة اللي عندك غادي يوقع فيها زوال، والرحمة ديال الله تعالى سوف تغمرك. ولكن احرصي لالة نجاة أن تجعلي كلمة لا إله إلا الله رطبة في لسانك على الأقل 100 مرة في اليوم، وسترين عجائب قدرة الله. كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذه الكلمة من اللي كيقولها العبد المؤمن كتعطيه في الجسم ديالو
واحد المادة كتسمى رحيق الحياة. رحيق الحياة هي مادة غريبة قد لا يطلع عليها الخبراء في مجال الصحة. هي مادة غريبة تمد الجسم بالطاقة الإيجابية، تمده بواحد طاقة روحية تجعله دوما حيويا ونشيطا، رحيق الحياة. ثم إن هذه الكلمة تحاج عن صاحبها كل يوم حينما يكتب القدر. القدر يتجدد كل يوم، غدا سيكتب الليلة قدرنا اللي هو فيه الرزق وفيه الأجال والشقاء والسعادة. هناك القدر الكبير الذي كتب لما كنا أجنة في بطون أمهاتنا، لما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: يجمع أحدكم في بطن أمه نطفة 40 يوما، ثم يصير علقة مثل ذلك، ثم يصير مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله إليه ملكان فينفخان فيه الروح ويؤمران بكتابة 4 كلمات: أجله ورزقه وشقي وسعيد. هذا الأجل يكتب لما نكون أجند في بطون أمهاتنا مرة واحدة في العمر. ثم هناك كتابة الأجل المتجددة تكون كل ليلة قدر، وسميت ليلة القدر لأن فيها تكتب من جديد أقدار الخلق وتقسم عليهم من حياة وموت وصحة ومرض ورزق وبلاء وغير ذلك. ثم كل ليلة ربنا عز وجل يكتب لنا تنزيل هذا القدر. حينما تكون تقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله، تحميك القدر اللي جاي في الطريق. ربي عز وجل كيجعلوا قدرا فيه رحمة وفيه سعة وفيه بركة وفيه جود وفيه عطاء. ما تحتاجيش للنجاة شي سبيل من السبل لتفريج الهموم أكثر من أن ترددي دوما كلمة لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. سوف تشعرين في القريب العاجل بأن حياتك تتغير، ستشعرين بأن رزقك يفيض، ستشعرين بأن دائرة حياتك تتسع، ستشعرين بأنك محبوبة عند الخلق وأنك مرضية عند الخالق، وكل ما كنت تتمنينه سيأتيك وزيادة وزيادة بأمر الله تعالى. أسأل الله الكريم للرجاء أو للنجاة أن يحقق رجاءك. يا للنجاة اللهم حقق رجاءها، اللهم افتح لها أبواب التيسير وارفع عنها الضيق وارزقها من حيث لا تحتسب. اللهم إنك أعلم بما في قلبها وضميرها، عجل لها بالفرج عجل لها بالفرج. اللهم كل من قال آمين ارزقه مثل ذلك وزيادة. قولوا جميعا آمين 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 يا ربي يا كريم. ونتحول من بركان إلى واد إمليل مع أخينا سينور الدين. السلام عليكم سيد عمي الحاج. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذيك دا بخير لاباس عليك؟ الحمد لله مولاي الله يبارك فيك. الحمد لله الله يبارك فيك. عمي قريب أنا بغيت نطلب واحد الطلب. يا خويا أنا إذا كسميتو ديال ميد راديو هذه المهم كانت عندنا في كسميتو جامعة بوحدو، ودابا ملي كنطيح ديك الشتاء والريع وهذه بحال اللي ما بقاتش بحال اللي ضاعت. يا خويا جماعة ذكرنا خويا اسم الجماعة؟ جماعة بوحلو. جماعة بوحلو في إقليم؟ في إقليم وادي مليل. إقليم وادي مليل يا مولاي. إن شاء الله تعالى نخبر التقنيين للمراجعة بإذن الله. سينور الدين سينور الدين ربما انقطع الخط معذرة معذرة سينور الدين، وكنشكرك على الاهتمام ديالك، وأسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم ويزيدكم من فضله. اللهم آمين يا رب. شكرا لكل المتصلين ولكل المتصلات. للأسف اليوم ما فيش بث عن طريق اللايف لغياب حبيبنا التقني الذي يصور بالكاميرا للايف. معذرة إن شاء الله قريبا سوف يعود، ونطلب الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم رزقا حسنا ويحفظنا وإياكم. الرسالة اللي بغينا نقولوها من حلقة اليوم هي أن الكلمة ديال كلمة لا إله إلا الله هذه كلمة عظيمة وعظيمة جدا. حينما
يرددها العبد المؤمن فإن الحق سبحانه وتعالى يجعل له من كل ضيق فرجا ومن كل هم فرجا. حتى أن المغاربة اعتادوا أنهم في المناسبات السعيدة من أفراح زواج أو عقيقة أو في أي مناسبة من المناسبات السعيدة تجدهم يتغنون بكلمة لا إله إلا الله من شدة الفرح ومن شدة السرور ومن شدة الشغف والشوق. كلمة لا إله إلا الله هي كلمة عظيمة وهي كلمة جليلة، بل هي مفتاح الجنة وهي سر الوجود، وكل من رددها وصار في تردادها كتعود هي تدافع عنه. إن الله يدافع عن الذين آمنوا كتعود تدافع عنه وكتكون سببا في جلب الخير له وكيشعر بالأنس معها، وإذا نام بالليل تحرسه، وإذا صار في الطريق من سفر تحميه من مخاطر الآخرين، وهكذا يكون في رحاب لا إله إلا الله. نطلب الله سبحانه وتعالى يحفظنا ويرعاكم، ونبقوا مع فاصل قصير ثم نعود إليكم، فابقوا معنا. لا إله إلا الله محمد رسول الله، عليها نحيا وعليها نموت وعليها نلقى الله. عدنا أيها الأحبة الكرام لنواصل هذا اللقاء المبارك ونستقبل المزيد من المكالمات، كلنا آذان صاغية وقلوب واعية لأسئلتكم، لاستفساراتكم، لمداخلتكم، لتعليقاتكم. مرحبا بالجميع، ونأخذ مكالمة من إقليم خريبكا مع لالة سمية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني الحمد لله بنتي سمية. اللهم لك الحمد، انا يلا باش نهضر البارح. اياه بنتي مرحبا. مرحبا لالة سمية. كنطلب منك الدعاء العائلة كاملة. يا ربي يا كريم. بغيت نسولك واحد السؤال. اياه بنتي. دابا اللي حلف شي حلفة ممكن يصوم فيها 52 ولا تبدا 3 ايام. واخا هي الحلفة نعم، واخا بإذن الله. ايوا كندير قيام الليل. بارك الله. اللي كندير قيام الليل كنقرا القرآن. أنا راه قيام الليل مزيان. ممتاز. الله يرحم ربي يتقبل منا. يا رب بنتي سمية، شكرا لك بنتي، الله يصلح شبابك. الله يصلح شبابك، الحمد لله تعالى. هذا فضل كبير. هي مع الوالدة والوالدة وواحد خواتاتي. يا رب يا بنتي. إن شاء الله بنتي سمية، حافظك الله. حفظك الله ورعاك وأصلح الله شبابك. الحمد لله الكلام اللي كنسمعوا من بناتنا فيهم هذه الروح الإيمانية وهذا الاجتهاد كيخلينا مطمئنين على الوضعية العامة لبلادنا ولأفراد هذا الشعب المؤمن الصادق اللي فيه صدق التدين. سمية بنتي، جوابا على سؤالك، اللي حلف شي حلفة وحنت واش يصوم الاثنين والخميس، الحلف في كفارة. ربنا عز وجل أخبرنا بأن اللي حلف واحد الحلفة ثم حنت، شنو الكفارة ديالها؟ هي إما أنه يصوم 3 أيام، وإما أنه يطعم 10 مساكين، وإما أنه يعتق رقبة. عتق رقبة ما بقاتش، وكان هذا مقصود من الشريعة الإسلامية، لأن النظام الاجتماعي أيام زمان كان قائم على العبيد والأسياد، فكان جمهور العبيد كثير جدا، والإسلام باعتباره دين وأيضا حركة إصلاحية، وسميه حركة ثورية وسميه ما تشاء، هو كل شيء، كان من أهدافه أنه يلغي نظام العبودية. فكان الله سبحانه وتعالى أن شرع في شريعته السمحاء مجموعة من الكفارات، فيها عتق رقبة عتق رقبة عتق رقبة، من بينها اللي كيحلف وكيحنت قال لنا عتق رقبة، ما لقاش كي يطعم 10 مساكين. لماذا الإطعام؟ في تضامن، في عدالة اجتماعية، الناس كياكلوا كيشربوا، وخل الإنسان كيدير الذنب، ولكن بالمقابل كالربح، واحد الربح هو أنه ينفق على الفقراء والمساكين فيملأ البطون الجائعة. ثم إلى ما كانش عنده القدرة المالية يصوم 3 أيام في قراءة متتابعات، ولكنها شاذة، ليس بالضرورة أن تكون متتابعة، صوم 3 أيام متفرقة ولا متتابعة كيف بغينا،
بنتي سمية إلا كنتي كتصومي الاثنين والخميس وبغيت تصومي هاد الكفارة ديال الحلف في الاثنين والخميس كان حسنا، كل مباح. المفروض أن الإنسان إذا حلف لابد أن يؤدي هذه الكفارة. وطبعا هاد الحلف قال العلماء هو شي واحد قال مثلا حلف على حاجة مباحة، مثلا قال فلان غدا والله سيدي ما ناكل طعامه، ولكن مشى عنده ويحشم وياكل طعامه، هذا حلف وحنت، هذا كيتسمى الحاجة اللي هي مستقبلية. أما هناك الحلف اللي كتسمى اليمين الغموس، شي حاجة وقعات في الماضي وكنكذب وكنقول لا والله سيدي ما شفتها، أنا شفتها والله سيدي ما حضرت ليها، هذا كيتسمى اليمين الغموس. لماذا سموا الفقهاء باليمين الغموس؟ كأنه غمس يده في الدم، حاجة وقعت في الماضي وقعت فعلا وكيحلف كيقول الله ما وقعت والله ما شفتها، يشهد في المحكمة بالزور ولا كيشهد مع الناس وكيغير الحقائق وكيلحق الضرر بالآخرين، هذه سموها اليمين الغموس، كأنه غمس يده في الدم، هذه ما فيها كفارة لأنه كيكذب وكيغير الحقائق. أما اللي فيها اليمين هو واحد الإنسان غادي يحلف على واحد الحاجة ما غاداش في المستقبل، أنا والله ما غنصوت هذا العام، ولكن من بعد بالي بأن كي غنديرو غنبقاو بلا صوت، غنبقاو بلا صناديق اقتراع، وغنصوت وكنصوت، ولكن نقول لك فدا عقلتي راك حلفتي، لا ملي حلفت خاصني لابد أكفر عن خطيئتي بأن أصوم 3 أيام، ليس بالضرورة أن تكون متتابعة، يمكن أن تكون متفرقة، أو أطعم 10 مساكين، أو ممكن أنني نتقرق ما بقاش حاليا. بنتي سمية هاد الأيام الأعمال اللي كتقومي بها قيام الليل وتلاوة القرآن هذه راه أعمال ديال أولياء الله الصالحين، شكون اللي كيقوم الليل دابا الآن إلا القلة القليلة؟ الناس عادة بفعل الضغط ديال العمل والواقع الاجتماعي الناس كيناسوا مؤخرين وكيفيقوا مبكرين. قيام الليل شكون اللي كيقوم ليه؟ عندنا حنا الساعة الإدارية الناس كيناسوا مع 12 وكيفيقوا مع 7 ولا 6:30، هذه الساعة الإدارية أصبحت تتحكم في مسارنا اليومي. لكن اللي كرم الله تعالى وعطاه القدرة أنه يقوم الليل، خصوصا اللي عنده عمل حر أو اللي متفرغ من العمل، وسيما النساء اللي هما ربات البيوت، فهذا عطاء ونعمة ربانية كبيرة أن تقوم الليل. الناس اللي يقوموا الليل هذوك من أهل الله وخاصته، ربي عز وجل عنده أهله وخاصته من بينهم هما الذين يقومون الليل قياما وقعودا وعلى جنوبهم. والنوع الثاني هو أن الإنسان يقرأ القرآن في قيام الليل، سادتك للسمية تقرأين القرآن في جوف الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. أعظم وقت لقراءة القرآن الكريم هو وقت السحر، وقت السحر يكون قبل الفجر. اللي يوفق الله تعالى ودار قيام الليل ويقرأ القرآن قبل الفجر، هذا إذا توفر فيه شرط الإخلاص راه صار من أهل الله وصار من خاصة الله وكان من الذين يتبرك بهم. هنيئا لك بنتي سمية، الله يزيدك من فضله، وأسأل الله تعالى ببركة قيام الليل وتلاوة القرآن أن يحفظ العائلة ديالك جميعا، إخوانك وأخواتك ووالديك وأحبابك، ويصلح شبابك ويزيدك ربنا عز وجل من نعمه. اللهم حبب إلينا جميعا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من عبادك الراشدين. قولوا جميعا آمين 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 يا ربي يا كريم. ونتحول من إقليم خنيبقة إلى إقليم شيشاوة مع أخينا سي زكريا أو للا زكية. للا زكية مرحبا بك، معذرة معذرة العتب على النظر، معذرة للا زكية، مرحبا للا. السلام، جبت أخويا الدعيلية مع والدي مع الضمت الله يرحمه ويستعلم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، الحد حل حد فايت 15 يوم، الله يرحمه ويستعلم الرحمة بزاف، ودعين أنا الله يرزق لينا الصدق يا رب يا رب يا كريم. دعين أنا بالفرج يا رب يا كريم يا رحمن يا رحيم.
العيلية مع أخوتي كاملين مع أولادهم. لا إله إلا الله. يا رحمن يا رحيم يا رب يا كريم. شكرا لك بنتي زكية، حفظك الله ورعاك الله، الله ينورك بنور الله. لا إله إلا الله. ما أصعب أن تفتقد الوالد. هذه واحد الأسبوع واحد السيدة فاضلة حللة زكية حتى ما فقدوا الوالد ديالهم، وداروا واحد صدقة جمعوا بعضياتهم، ولكن ما قدروش ينساو نهائيا، خصوصا البنات، خصوصا البنت الغير المتزوجة. البنت الغير متزوجة بها توفى، المزوجين راه كيمشيو لديورهم، واللي هي باقا في دار بها عزباء كتشعر بانها بواحد الحزن شديد. خوها صديق ديالي قال لي ارجوك اجي عندنا للدار صبرها، لعل راه ما بغاش تصبر لنا. قلت لي السمع والطاعه. فعلا مشيت عندهم للدار، جلسنا مع العائله، الام والاخوه والزوجات ديالهم والاخوات والزوج ازواج ديالهم والوليدات والعمات، واحد الكلام ديال تخفيف الالم، وهي كتبكي صبري يا لاله غير صبري، وهي كتبكي وصبرتها بواحد الكلام ما عرفتش قلت لها، المهم صبرت. واحد الاسبوع وانا خارج مشيت للمعرض الدولي للكتاب، كنحضر تما نشوف نقتني بعض الكتب، وامر من هناك وكنمر من واحد المكان كان والدي نفسي رحمه الله تعالى يجلس فيه مع بعض الاصحاب وحنا نطيف اطفال صغار، واذا بي يستوقفني المكان. كنت كنعيب على ديك الدريه انها كتبكي الدموع. انا ملي استحضرت المكان لم ابكي الدموع، وانما شعرت قلبي يريد ان يخرج من مكانه ويفر الى السماء، فعلمت حقيقة فقدان الوالدين مرارة كبيرة. لما تستحضر الذكريات الجميلة وتستحضر الأجواء الطيبة ثم تفتقد الوالدين، كل مكان تمر منه إلا ويذكرك بأمك أو بأبيك أو بالفقير اللي فقدتيه، الاسم ديالو اللي سمعتيه يرن في أذنك. شكرا. المكان اللي كان كيجلس فيه وياكل فيه كتشوفه كيذكرك به، فصعب جدا الفراق. لهذا كنوصيو الأحباب ديالنا اللي عنده الوالدين يتهلا فيهم كتير، إلا كانوا على قيد الحياة حمد ربي وشكرو، عطيك الله تعالى أكبر النعم، بوس اللي يدين ورجلين وتهلا تهلا تهلا تهلا، لأن غيجي واحد الوقت غادي يكون الفراق، وملي غيجي الفراق غادا تشعر بالقيمة ديال الوالدين. هذه واحد الوصية صادقة ما غيعرف قيمتها إلا من فقد أمه أو أباه أو كلاهما معا، أو فقد أحد مقربيه، كاين اللي فقد الوليدات ديالو، كاين اللي فقد الإخوة ديالو، الله يحسن العوان. الناس اللي فيهم العاطفة والناس اللي فيهم النية وفيهم الإيمان راه كيشعر بأن واحد الطرف من الكبدة تشوى، ما كيقدرش يعاود مرة ثانية يفرح ولا يسعد، لأن عارف الفراق أليب جدا. ما هو عزاؤنا؟ عزاؤنا أن موتانا يكونون ضيوفا عند الرحمن، هذا هو العزاء. لولا أن هذا العزاء لشعرنا باليأس وشعرنا بالإحباط وشعرنا بالانهيار. أنا كنفكر هؤلاء الناس الذين لا يؤمنون بالبعث والنشور، هؤلاء الناس الذين لا يؤمنون بأن هناك حياة أخرى، ما قيمة هذا الإنسان إذا عاش مهما يعيش ومهما طال الزمن ثم يموت ويندثر؟ العزاء ديالنا الوحيد اللي كيعطينا واحد البهجة وطمأنينة في النفس هو أن هناك حياة أخرى بعد هذه الحياة القصيرة، وأمواتنا حينما يتوفون إنما يلتحقون بالرفيق الأعلى، وربنا عز وجل وعد أنه يكرم ضيوفه لأنه أكرم الأكرمين. هذا عزاؤنا. أي نعم للا زكية كان شعور بالألم ديال الفراق، ولكن هذه هي إرادة الله ومشيئة الرحمن. يكفينا أن موتانا إن شاء الله تعالى جميعهم في الجنة، لأن كل من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. في حديث آخر قال لك على ما كان فيه من عمل، على ما قدم من عمل، كل من قال لا إله إلا الله من أهل الجنة. واحد الرواية يقول قال لي وإن سرق وإن زنى، قال وإن سرق وإن زنى. ربي سبحانه وتعالى رحمن رحيم، لكن الأموات إذا سولناهم وقلنا لهم أش كتمنوا، أنتم مشيتم من دار الفناء إلى دار البقاء،
غادي يقول لك الميت اتمنى ان اعود الى الدنيا. لاش واش تبيع وتشري؟ باغي تدخل ترشح في الانتخابات؟ باغي تدخل تدير شي مشروع اقتصادي؟ يقول لك لا، اريد ان اعود الى الدنيا لاركع لي ركعتين او اسجد لي سجدتين او اتصدق لي بدرهمين. هذا هو الأمنية، اقصى أمنية الميت الذي مات، يتمنى ان يعود الى الدنيا لما علم وخبر بان كل ما كان يلهت ويجري خلفه هو الى زوال، ولكن العملة التي بها لينتفع بها هي تلك الركيعات والسجدات وتلك الدريهمات التي تصدق بها للفقراء والمساكين. فهذه فرصة، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. كل واحد منا يرمي هذه الدنيا من خلفه. احنا ألهتنا الدنيا، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. إنسان كيجري ملي كتشرق الشمس حنا كنجريو كاملين، ذكورا وإناثا، كبارا وصغارا، حتى أطفالنا الصغار الكل يجري ويلهت. وكل خير، العمل عبادة، ولكن ما حظ الدين في الدنيا؟ حظنا من الدين على الأقل حينما نسمع الله أكبر نتوقف عن الدنيا لنعيش لحظات مع الدين. والعاقل هو من سخر دنياه لدينه، هذه هي التجارة التي لن تبور. للا زكية، عظم الله أجركم، ماذا عسنا أن نقول إذا فقدنا حبيبا أو قريبا؟ نقول كما علمنا النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أن نقول: إن القلب لا يحزن وإن العين لتدمع وإن لا نقول إلا ما يرضي الله وإن لله وإن إليه راجعون. أسأل الله تعالى أن يرحم والدك وأن يسكنه فسيح الجنات وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة وأن يرزقكم الصبر والسلوان. وأسأل الله تعالى أن يفرج همومكم وينفس كروبكم ويجعل النجاح حليفكم. اللهم أمين يا رب يا كريم. ونتحول من شيشاوة إلى إقليم تبللت مع لالة لطيفة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل ما فيها الحمد لله. لالة لطيفة، إذا كان ممكن بنتي نقصي من الراديو ولطفيه حتى تكملي بعد المكالمة نرجوك. شكرا لك لطيفة. كل ما فيها الحمد لله بنتي، الله يبارك فيك. عارف انت هضرت معك ديك الخطره على الوليدات؟ اياها بنتي، عقلت عليك يا لطيفه بنت مللت. يا رب دعينا يا الله رحمك والديك. الله يفرج عليك اختي. ما شاء الله يا رب، ان شاء الله باقي 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 ان شاء الله. وقولوا الناس امين. الله يرحم لك والديك. يا ربي يا كريم، يا ربي يا كريم لطيفه، يا رحمن يا رحيم. الله يكمل لك رجاء لطيفه. اسال الله الواحد الاحد يرزقك الدنيا الطيبه. هاد المكالمه ديال لطيفه غتخلي يلزم ان كل واحد منا مهموم الى عند وليدات يحمد الله ويشكره، راه عطاء كبير. هناك بعض العطاءات ربنا عز وجل يكرمنا بها ولا نكاد ننتبه. انا اعتقد بان المكالمه ديال لطيفه راه هي اراده الهيه ومشيئه ربانيه، اراد الله تعالى من خلالها ان يذكرنا بنعمه علينا. كل واحد منا عنده وليدات، ولكن ما حس هاد النعمة القيمة ديالها. شكون اللي غادي يورينا القيمة ديال الإنجاب وديال الأولاد؟ هما الناس الذين حرمهم الله تعالى من الإنجاب. إذا سولتي أي واحد فيهم ماذا تتمنى في الدنيا؟ يقول لك بغيت غير وليدات. المرأة تقول لك أريد أن يبشرني الله بحمل قريب وتكون عندي وليدات. كيف ما كان الشأن ديالهم غير يكونوا عندي وليدات، بغيت نسمع ماما ونسمع بابا. واحد مسكين قال لي بغيت نشم الريحه ديال البولبو في الدار، بغيت انت نشري لي كوش. مرحبا بكم. حتى انا بغيت نشري الحليب من الفرماسيان، حتى انا بغيت يكون عندي كذا وكذا. الناس يباركوا لي في الحقيقه وكيبكي، بغى وليد ولا بنيه غير اللي كان. هاد المكالمه ديال الاخت لطيفه هي في حقيقه موجهه لنا جميعا. اي واحد منا اعطاه الله وليدات، ولكن اذا سولتيه بالك فلان كيقول لك الوضعيه متازمه، كيشوف هو غير داكشي اللي ناقصه. الوضعية متأزمة، الفلوس ما كاينينش، الشغل واقف، الحياة مو كهرباء، وكيبقى دائما يذكر لك الأشياء اللي هي تذهب البركة والعياذ بالله.
لكن اللي عطاه الله النعم إلا تأمل فيها وإن تعد نعمة الله لا تحصوها. أنا بغيت السادة المستمعين، أي واحد كان مقلق وكيقول ما عنده زهر ما عنده فرج، أنا غنسولو، عندك وليدات؟ عندك أطفال؟ عندك ذكور وإناث؟ أحمد ربي وشكره. لطيفة لو سولناها الآن أش كتمنى على الله تعالى، بغات غير وليدات، وأمثالها كثير. فنعاونها بواحد الفتحة. اللهم يا رب يا كريم يا وهاب يا خلاق يا من بيده الأمر كله، يا من إذا قضى أمرا إنما يقول لو كن فيكون. اللهم كما أسعدتنا بالأولاد بالذكور والإناث، أسعد أختنا لطيفة بحمل قريب. يا رب إنها تنتظر وطال انتظارها، وأنت على كل شيء قدير، برحمتك وجودك ونور وجهك العظيم عجل لها بالفرج. اللهم بشرها بحمل قريب وارزقها ذرية طيبة. اللهم ارزقها الذكور والإناث يا رب، وكل من تأخر عنهم الإنجاب من أخواتنا الفاضلات. اللهم عجل لهن بالفرج، اللهم عجل لهن بالفرج وارزقهن الذرية الطيبة. قولوا جميعا آمين 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 يا رب يا كريم. ونتحول من تملالت إلى إقليم بن جرير مع لالا نورها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا لالا نورها. لاباش عم الحاج كيفاش دابا عليك؟ الله يبارك فيك بنتي. كدير صحيح كدير للوليدات؟ كل شيء بخير الحمد لله ونشكره. الله يحفظنا قراك الله يخليهم قراك. أعزك الله بنتي نورها. عم الحاج قلت لك أنا دعا لي مع واحد الوليدة. يا لالا. دعا لي مع واحد أختي مريضة معين أنا عمي الحاج. يا ربي يا كريم. أنا عمي الحاج ما كنداش الوزن ديالي ما كنتش علاش ما عرفتش. الله، واش قال لك الطبيب لالا نورها على قبل الوزن؟ ما عرفتش انا عمي الحاج كيقول لي سي المره تاع التغذيه وانا ما عمرني مشيت عنده. لا اله الا الله، الله يشافيك بنتي يا رب، الله يشافيك. دائما عمي الحاج يجي يكون صالح، الله يجازيك بخير يا رب. المستمعين والمستمعين يقولوا امر الله يكثر خيرهم يا رب. امين عمي الحاج، الله يكبر بك ويطول لنا في عمرك. الله يحفظك بنتي نوره، اعزك الله اكرمك الله بنتي نوره. لا اله الا الله. انا مع بعض اختي مريضه، الله يجازيك بخير عمي الحاج، الله يستر عليك يا رب يا كريم باذن الله الواحد الاحد. الله يسهل عليك عمي الحاج، الله يعاونك. حفظك الله بنتي نوره، اسعدك الله تعالى. لا اله الا الله. بنتي نوره، الامراض احيانا راه ممكن هناك طرق للعلاج. من بين اهم الطرق ديال العلاج بعض الاحيان هي واحد شويه ديال اللامبالاه. ان الانسان ما كيديهاش في المرض، مش كنقولوا ده اهمال حتى يستفحم الامر، لا، وانما المقصود ان النفس البشريه ملي كيبقى الانسان كيقول انا مريض، انا ضرني كذا، انا ضرني كذا، كيبقى مريض. انا عندي الوزن قليل، بغيتو يطلع دغيا، وكنبقى ندير الاسباب وكيبقى داك الوزن هكا. نسيها نسيها بنتي نوره، ما تبقيش تفكري الوزن زاد ولا نقص، خليه. سيري سيري عادي، كلي عادي، شربي عادي، ضحكي عادي. احسن طريقه للاصلاح هي ان الانسان يرجع الى الفطره. الفطره في الاعتقاد، الفطره في السلوك، والفطره في نمط الحياه. كلما رجعنا الى البساطه، حنا راه مبرمجين، نو سون بروغرامي. ربي عز وجل راه دير لنا واحد البروغرام، راه ايتيديي، غير كون هاني. بلا ما تبقى تقلب بزاف وتبحث كذا كذا، خليك غير انت طبيعي، خليك انت طبيعي وغتكون سليم معافى. هذا امر الله سبحانه وتعالى. انشغل بالاشياء اللي طلب من الله نشغل بها. ربنا طلب منا ان ننشغل بالعباده، طلب منا ان ننشغل بطلب العلم، طلب منا ان ننشغل بفعل الخير، طلب منا اننا نمد ايادينا بعضنا لبعض، ننشغل بمثل هذه الامور، نقوم بالاصلاح في المجتمع. انشغل بمثل هذه الامور ونسى الشيء الاخر، غتلقى بان حاجتك مقضيه، اللي بغيتيها كاينه موجوده. لان بعض الناس كيبقى يركز على اشياء محدده بحال الانجاب مثلا. كتلقى مثلا شي واحد وباغيت نولد وباغي نحمل وخصني نحمل، ما غتحملش. انساي الحمل، عيشي حياتك عادي مع الزوج، بينك وبينه علاقه موده ورحمه. سيري عند العائله اللي سولك
قول ليه الامر بيد الله، حنا غنديروا بعض الاسباب نمشيو عند الطبيب المره الاولى والثانيه والثالثه وبس، ومن بعد تركت الامر لخالقي عز وجل. سير عادي، تصرف عادي، كل عادي، اسعد من حولك، وغتلقى بان كل ما تتمناه راه جاي بوحده تلقائيا. لهذا من المشاكل اللي كتخلي الانسان مريض وما كيوصلش للمآرب ديالو هي ديك المبالاة الشديدة، الحرص الشديد، خاصني نوصل، لابد ان افعل كذا وكذا، كتهرب ليه القضية، يبقى تبعها ما كيشدهاش، حتى هو يعتمد على ارادته. جميل ان تعتمد على ارادتك، ولا تنسى دوما بان قل كل بيد الله تعالى. ربي عز وجل لك يقول في الحديث القدسي: يا ابن ادم ان سلمت لي امرك قضيت حاجتك، وان لم تسلم لي فيما اريد جعلتك تجري جري الوحوش في البريه ثم لا تنال الا ما كتبته لك. هذا واقعنا، كنلقاو مجموعه ديال الناس كيجريو نصبح وما كيجري، يجري هنا وهنا وهناك ولا ياخذ الا ما كتبه الله له. من كان يجري على الدنيا الله يعاونه، ولكن اللي كيجري على الدين هذا هو الذي غادي في لو سونس لوبجيكتيف، الهدف الذي من اجله خلق الانسان. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، هذا لن يندم. اما الامور ديال الدنيا غنجري فيها على قدر الاستطاعه وعلى قدر الاحتياجات، الا اذا كنت غندير واحد العمل فيه مصلحه للمجتمع ومصلحة للإنسانية ومصلحة لمن حولي، وإلا هنا ديك المصلحة كتعود دينية، لأن فيها مصلحة عامة كتصبح خدمة دينية، مصلحة شؤون المسلمين وشؤون الناس. لالا نورة، أسأل الله الواحد الأحد يعطيك القوة ويعطيك البركة ويعطيك التيسير. نورة، من الأمور التي تزيد في الوزن أن الإنسان يرخي نفسه، ميبقاش يتقلق، كاين اللي عوده كرقيق ياكل اللي كلا ويشرب اللي شرب وديما عود رقيق. من بين الاسباب انه كيتقلق وعنده خصو العلاج في النفس ماشي في البدن. العلاج في النفس تلقي نفسك، خليك كيقولك كول، خلي عندك اخلاق سياحيه، ما تحرصيش، ما تقلقيش، ما تفقصيش. واش غيوقع كاع يا الله؟ بهذا المنطق غتحسي بانك مرتاحه، وتحسي بأن الطاقة ديالك تزداد، والوزن سوف يزداد بإذن الله تعالى. قد يكون مرتبطة بالنفس اللي هي ضيقة، إلا كانت نفسك ضيقة غتبقي دائما عندك الوزن ضعيف. وسعي نفسك، ألم نشرح لك صدرك، غتلقي الحمد لله الانشراح، ومن ثم غتلقي بأن كل ما أنت في حاجة إليه غادي تصوب أوتوماتيكيا بإذن الله. الله يشافيك ويعافيك، وأسأل الله تعالى يرزقك زوجا صالحا، ويعطيك الله ذرية طيبة، وأسأل الله تعالى أن يشافي أختك ويمتعها بالصحة والعافية وتمام العافية. اللهم أمين يا رب يا كريم. أيها الأحباب الكرام، هناك مكالمات كثيرة وكثيرة لا زالت على الخط، ومعظمها يطلب منا دعوات ديال الخير، وإن شاء الله تعالى ربي سبحانه وتعالى يكرمنا وإياكم بالخيرات. احنا عندنا اعتقاد بان ربي غادي يحقق لنا ان شاء الله كل ما نتمنى ونصب اليه. بعض الاخوات الفاضلات اللي هما جاوا حتى المقر ديال الاستوديو لانه لقوا مشكله في الخط الهاتفي، الاخت نوال والاخت لبنى والاخت مريم، هادو اخوات شقيقات، ثلاث اخوات جو الان حتى المقر ديال الاذاعه، وعندهم واحد الالتماس في الساده المستمعين. يقول لك لكن ممكن، الله يجزيكم بالف خير، دعوه لهم بالحظ السعيد. اخواتي، شفتي المشهد ديالهم على درجه من الحسن وعلى درجه كبيره من الخلق الكريم، ولكن الزهر ما كاينش. يطلب منكم جميعا أيها الأحبة الكرام واحد دعوة ديال الخير بالأزواج الصالحين. اللهم يا رب يا كريم، عجل لهن بالفرج. اللهم يا رحمن يا رحيم،
اختر لهن من عندك أزواجا صالحين وارزقهن ذرية طيبة. اللهم يا رب كل من طلب منا دعاء اللهم عجل لهم الفرج إن شاء الله تعالى. إن شاء الله ربنا سبحانه سوف يحقق لكل واحد منا أمله إن شاء الله. إن شاء الله ربنا عز وجل سيعجل بالفرج. الحمد لله الذي لا يرجى إلا فضله ولا رازق غيره، ليس كمثله شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع البصير. اللهم إنا نسألك أن لك الحمد، لا إله إلا أنت، الحنان المنان، بديع السماوات والأرض، ذو الجلال والإكرام. اللهم يا نور السماوات والأرض، يا عماد السماوات والأرض، يا وارث السماوات والأرض، يا مالك السماوات والأرض، يا قيوم السماوات والأرض، يا رحمن الدنيا ورحيم الآخرة، نسألك اللهم في ساعتنا هذه أن ترزقنا بركة تطهر بها قلوبنا وتكشف بها كروبنا وتغفر بها ذنوبنا وتشفي بها سقمنا وتجلو بها حزننا وتجمع بها شملنا وتصلح بها أمرنا وتغني بها فقرنا وتقضي بها ديننا وتذهب بها همنا وغمنا وتبين بها وجوهنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنك لطيف بالعباد، الله لطيف بعباده، يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. يا الله يا الله، يا من تعلم ما تكن الصدور، يا من اسمه العزيز الغفور، نسألك اللهم بحق الطور وكتاب مستور في رق منشور والبيت المعمور أن تلطف بنا في كل أمر مقدور. يا عزيز يا غفور، يا من تصير إليه الأمور، يا لطيف يا لطيف، ألطف بنا في جميع أمورنا. اللهم ألطف بنا كما لطفت بالأجنة في بطون أمهاتها، وكما لطفت بخلق السماوات والأرض، ألطف بنا يا مولانا في قضائك وقدرك. اللهم اجعل في قضائك وقدرك لطفا يليق بجلالك وكرمك يا رب العالمين. اللهم تداركنا بلطفك الخفي والظاهر، يا رب تداركنا جميعا بلطفك الخفي والظاهر. اللهم يا رحمن يا رحيم، نسألك اللهم أن توحد شملنا وتجمع كلمتنا وتوحد صفنا. اللهم اصلح ذات بيننا، نسألك اللهم أن تؤلف بين قلوبنا وتبدل همنا إلى فرج وخصامنا إلى محبة. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا رحمن يا رحيم يا الله يا الله. نسألك يا مولانا في هذه الساعة المباركة، ندعوك باسم الربوبية، يا من قلت وقولك الحق، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا
ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ربنا احفظ بلدنا الأمين، اللهم ربنا احفظ أمتنا الإسلامية، اللهم ربنا احفظنا جميعا من بين أيدينا ومن خلفنا، اللهم احفظنا في ديننا ودنيانا، اللهم ربنا احفظنا في كل ما رزقتنا، واختم لنا ربنا بالحسنى، اختم لنا بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. ربنا عجل لنا بالفرج، ربنا عجل لنا بالخير، ربنا عجل لنا بالبركات. قولوا جميعا ربنا ربنا ربنا. وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Why is she a gymnast? Why is she a gymnast? Yeah, I'm a gymnast. Why is she a gymnast?
Thank you.
Thank you.
الله.